السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية. شفنا في اللقاءات اللي فاتت كيف نصمم المشهد أمامنا هذا ويصير الشخصية تبعتنا أو اللي بنقدر نمشي فيها ونقص على حرف الأف بلوك إرصاص. الآن اللي بدي أشوفه بدي أحط شوية أشياء أمامه عشان يطخها ويصير انفجار عندي. فأنا جبت عندي برميل أي شكله، وجبت عندي كمان صندوق بهيك شكل. الآن هدول الأشياء راح أحطها بحيث إنه تتفاعل مع الرصاص اللي بطخه من الكلاشين تبعي. بدي أنا أفنيتي إنه البرميل يعمل انفجار، لكن الصندوق عادي ما تأثرش بالانفجار، تأثر بالرصاص. يعني الصندوق مش منفجر، لكن البرميل أنا بدي إياه ينفجر، فراح أعمل منه عينات. قبل ما أعمل منه أي حاجة، قبل ما أعمل منه عينات، الآن الصندوق هذا والبرميل نفس الكلام، لازم أحط عليهم خاصيتين عشان يتفاعل مع التصادمات. أول حاجة الكولايدر، ثاني حاجة الريجيد بادي. خلينا أول الريجيد بادي بعدين الكولايدر. راح أروح أد كومبوننت، خلينا أقول ريجيد بادي. الآن هو صار جسم تصادمي، وراح أضيف له هان أد كومبوننت، أحط له مش كولايدر. طبعا المش كولايدر هو عبارة عن انه الجسم او انه الكولايدر بيجي على قد الجسم بالضبط وبتفاعل معه. يعني شكل عندي مثلا اسطوانة، الكولايدر تبع المش كولايدر الان صار اسطوانة. الان خاصية الكونفكس هذه اذا عصيت عليها بيعتبر انه الجسم تبعي حتى لو كان فيه ثقب هو غير مثقوب. يعني لو كان البرميل تبعي مفتوح من جوا تخفيفا على اداء الجهاز وعشان ما تعنيش اللعبه تبعته بتشتغل، راح يعتبره مسكر. لكن لو قمت الصح اللي هنا وكان البرميل هذا مثقوب، راح يعتبره مثقوب وممكن اشي يخرج جوا. في الحاله تبعتي عندي هذه انا بدي اقول له لا يا عم اعتبره مسكر، هو اوريدي مسكر لكن بزياده على اساس انه ما يخليش الجهاز يقعد يعالج اللي جوا. يعني لو عامل كوبايه مثلا انت مش ناوي توقع اشي فيها، فحط كونفكس بريح الجهاز في الشغل تبعنا. هذا بالنسبة للمش كولايدر. نيجي بالصندوق تبعي نفس الكلام، وراح احط عليه ريجيد بادي، وراح احط عليه كمان بوكس كولايدر لانه هو بوكس اوريدي مناسب للبوكس كولايدر له. ونعص في البوكس كولايدر، اتاكد عص على الزر هذا واشوف الصندوق تبعي حرف الاف. اه بالضبط جاي عليه ممتاز، مفيش عندي مشاكل. الان التنين هذولا اللي عملتهم البوكس والصندوق، الصندوق والبرميل تبعي، هيك هم جاهزين للشغل وبينفع اشتغل مباشرة واكمل بالطريقة هذه فيش مشاكل عندي. لكن يفضل 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 ان انا احطهم عندي في بريفاب على اساس لما بدي استخدمهم في اي مكان تاني او في ستيج تانية اقدر استخدمهم مباشرة، اسحبهم من هان واحطهم. فراح اجيب الجسم هذا اللي عندي واسحبه هان، اقول له نعم بدي اياه بريفاب، هو نفس الاسم تبعي هذا علم عليه F2، وحط في النهاية تبعته بريف. الآن أنا صرت متعامل معه على إنه بريفاب وبقدر أسحبه هان. لو سحبته راح ألاقي عليه البوكس كولادر والريجيد بادي. الآن نفس الكلام راح أعمل بالنسبة للبرميل. اسحبه هان، اعمل بريفاب F2 بريف. طبعا انا بحط كلمة بريف عشان اعرف انه هذا هو البريفاب. الان التنين هذولا يسهل استخدامهم، وبنفع امسك البرميل هذا الملف الاف بي اكس الاصلي، وهذا ملف الاف. طبعا احنا لو لاحظنا انه انا ضاربه في 200، هذا يبدو انه هو جاي صغير كتير فانا روحت كبرته، وهذا الصندوق انا ضاربه في 2 يعني هو نسبيا حجمه كبير. على العموم التنين هذولا انا خلاص بيلزمونيش كتير، بديش اخليهم في وجهي، فراح احطهم جوا الريسورسز المجلد هذا. الان لو احتجت انا البرميل، فهذا البرميل هو المناسب الي. ليش؟ لانه عليه ريجيد بادي وعليه مش كولايدر، والصندوق هذا مناسب الي عشان عليه ريجيد بادي وبوكس كولايدر، اسهل لي في الشغل تبعي. الان التنين المحترمين هذولا اقول لك، وكمان انت هاي الاويل امحيه، وين الصندوق تبعي امحيه، واستخدم هذولا اللي اوريدي جاهزات وفي عليهم الاشي جاهز. طب ليش انا استخدمت هدول ما خلتنيش؟ عشان الاسم يضل اسم عندي موحد، عشان الاسم يبقى عندي موحد. خليني اجي وبلش اصمم، احط شوية براميل على شوية حاجات. انا بينفع اختار المشهد عندي من التوب و2D، ايوه هيك اسهل الي في الشغل. هاي برميل،
هي كنترول دي، هي كمان برميل تاني كنترول دي، احط لي شوية براميل حوالين بعضهم، احط البرميل بعيد هنا كنترول دي كنترول دي، كمان برميل بعيد هنا. نفس الكلام بالنسبة للصناديق تبعتي، هي كنترول دي، علم على الثلاثة هدول كنترول دي، وأعلم على الثلاثة هدول وأحطهم في النص باعتبار إن أنا راح أرفعهم لفوق شوية، يكونوا قاعدين على زميلتهم. نعاود نرجع زي ما كنا، وهي المشهد اللي عندي، هاي اللي عملته أنا، شوية براميل خابطة ببعضها أو ملزقة ببعض، لا مانع. طبعا هذا بيعتمد على التصميم، لا مانع لو أخدت لي صندوق من هان حطيته هان مثلا، كنترول دي، هاي المجسمات اللي عندي. لو اطلعت عندي هنا راح تلاقيه يعمل لي مجموعة من الأوبجكت الموجودة عندي، كله يبقى أويل واحد، أويل اتنين، أويل تلاتة، بوكس واحد، أو وود واحد، اتنين، تلاتة، هدول مرقم لي اياهم بالأرقام، نفس الاسم حاطط لي اياهم، لكن كل واحد واحد اتنين تلاتة أربعة عشان يميز لي اسم كل واحد عن التاني، وهذا بيلزمني في الشغل. الآن بدي أبلش أكتب كود، الكود وين بدي أكتبه؟ بدي أقول له لو خبطت فيك رصاصة انفجر، انفجر يا برميل، بدي البرميل ينفجر، لكن لو خبطت الرصاصة تبعنا في الصندوق ما ينفجرش. لكن خليني أنا أشوف ابتداء، لو أنا شغلت اللعبة زي ما هو هيك ورحت على الصناديق تبعوني هدول وعلى سطح حرف الأف، أو أوريدي الصناديق واقعة، يلا بعين الله، بخ أوريدي في حركة، الحركة مش ناتجة نتيجة انفجار أبدا، هو نتيجة ايش؟ نتيجة انه الرصاصة تبعتي اللي انا طخيتها خبطت، اللي طلعت من الكلاشن، انا مسرحها شوية، طلعت من الكلاشن خبطت في الجسم هذا فزقته. لكن انا بدي اعمل، بديش اعمل زي هيك، انا بدي اعمل لو الرصاصة خبطت في البرميل هذا على افتراض، بدي ينزاحوا ينحذفوا البرميل اللي حواليه بتأثير انفجار. بمعنى اخر، عاود اوضح كمان مرة، لو اجى البرميل الرصاصة خبط في البرميل هذا، بدي البرميل هذا يعمل انفجار، وبالتالي هذا المفروض يطيب الشقة هذه، وهذا المفروض يروح باتجاه هذا، وهذا المفروض يروح باتجاه هذا، باتجاه اللي هيك، وهذا يعني بدي اياهم كله بيبعدوا عن منطقة الانفجار. هاي الميزة في استخدام خاصية الانفجار اللي احنا بدنا نحاول نتعلمها الآن، انه لو انخبط جسم او انفجرت قنبلة هان او اجت رصاصة هان، بتفاعلوا كأنه عن جد في قنبلة ارتمت هان، فكل الأجسام اللي هان راح تنزاح بالاتجاه هذا لانه القنبله جايه هان. لو القنبله تبعته او الرصاصه او الانفجار صار في البرميل هذا، كل الاجسام هذه راح تنزاح باتجاهي هان لتحت، ليه؟ لانه الانفجار صار باتجاه هذا. هذا في اداه بتعملها او في اوامر عندنا برمجيه بتعملها عشان تريحني، وهي امر بسيط جدا وبيشتغل ان شاء الله لحاله. خلينا نيجي نشوف اول حاجه الكود تبعي وين بدي اكتبه، يعني بدي اكتبه على البرميل، اقول للبرميل اسمع يا برميل اذا اجت عليك الرصاصه انفجر، او اكتب على الرصاصه اقول اسمع الرصاصه اذا خبطت في البرميل انفجر يا برميل. احيانا بيقول الخيارين صحيحات، يعني انت ممكن تختار اي واحده، بس في الحاله تبعتي هذا انا الافضل الي ان انا اختار الرصاصه. ليش؟ لانه طول ما في عندي براميل هان، البراميل راح تضلها الكود تبعها بيشتغل، ما احنا قلنا الكود بيشتغل 30 مره في الثانيه، فراح يضلهم الاكواد هدول يشتغلوا ويفحصوا هل خبط فيها رصاصه لا، هل خبط فيها رصاصه لا، لحد ما يخبط الرصاصه. لكن لو حطيت الكود على الرصاصه، ما هو اصلا ما فيش رصاص طول ما انت بتطخش، فراح يشتغل الكود بس لما نطخ، ومباشره راح تنتهي الرصاصه وراح يوقف الكود. فانا شايف انه اخف على الجهاز واسهل في الكود عندي ان انا اكتب الكود على الرصاصه، واقول له في الرصاصه اذا خبطت في البرميل اعمل انفجار. اذا اتفقنا انه احنا راح نكتب الكود على الرصاصه، راح نيجي هنا اعمل كرييت سي شارب، واسميها مثلا بوليت كنترولر. اذا هذا الكود اللي انا بدي استخدمه على اساس، وينك وينك وينك، بوليت كنترولر هيها. الان انا بدي ابلش اشوف وين بدي اكتب الكود وايش بدي اكتب. انا في الغالب بدي اقول للرصاصه اسمعي يا رصاصه اذا انت خبطت في البرميل اعمل انفجار. اذا انت وكيف اعرف انه هو خبط ولا ما خبطش؟ في هنا حاجه، طبعا احنا دايما نكتب فوق الابديت، في حاجه هنا نكتب void on
كوليجن، ها لحاله جمع لي، قال لي اون كوليجن انتر، لما يصير في تصادم، لما تدخل تبدا عمليه التصادم، اول ما يصير في عمليه تصادم اختارها من هان، تلقائيا عمل لي فانكشن، تلقائيا حط لي الفويد والبرايفت وحط لي ايش بتاخد الفانكشن تبعتي، وقال لي يلا انت جاهز. اذا في فانكشن اسمها اون كوليجن انتر، هذه لحالها اول ما يصير في اي عمليه، اي عمليه تصادم مع اي، خبطت في البيت الرصاصه، خبطت في الارض الرصاصه، اي عمليه تصادم راح يجي ينفذ الكود الموجود هنا. اذا انا حبيت اتاكد ممكن بكل بساطه اجي اقول له اعمل لي برنت، بس انا عايز افحص الداله هذه، واكتب هنا مثلا تيست، ونشوف هل كلمة تيست راح تطلع لما يصير في اصطدام، اصطدام مع اي حاجة مش فارقة مع مين، المهم صار في عند عملية اصطدام. اعمل حفظ، هي حفظت الكود تبعي واجي. تنساش انا ما ربطتش الكود تبعي بالرصاصة، اعلم على الرصاصة، وخلينا ازغر هذه وحط الرصاصة هذه الكود تبعي في الرصاصة عشان يبقى تبع الرصاصة، لو لك اي مكان بيقبل فيه حطه، هان بيقبل اوكي، هاي الكود تبعي. اذا الرصاصة صار في عليها كود، والكود هذا المفروض يطبع لجملة. الكلام هذا وين بدي اشوفه؟ راح اشوفه في الكونسول هان، اعمل كلير هنا وقول له تعال هاي اللعبة تبعتي. طبعا الرصاصة لازم تخبط، فهي مباشرة طبعا لي تيست، يبدو انه في رصاصتين طلعوا فخبطوا، وين ما تخبط تخبط في الارضيه، في برميل، في اي مكان مباشره بزيد، هي سبعه بتضلها تخبط، كل ما تخبط الرصاصات بتضلوا يعد لي. ممتاز، يعني الكود اللي عندي صحيح، واحنا الان جاهزين عشان نكتب الكود اللي انا بدي اياه. هذا ان شاء الله راح نشوفه في اللقاء الجاي كيف راح نعمل عمليه الانفجار. ويعطيك العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.